بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فما بعض الإخوة يطلبوا مني باش نوريه كيفاش يعمل على الأقل نظر على سيارته أو شبه أونترتيان صغير على سيارته كل مرة. الشيء هذا باش نوريهولكم توا يعني يهم جميع من هو يقود سيارة مهما كانت الصفة متاعه، يعني ينجم يعني يستفاد بالفيديو هذايا، لأن فما برشا حاجات الناس ما يعرفوهاش أو ما يفهموهاش أو ما يجيبولهاش خبرة أو ما يهتمولهاش. فحبيت باش نعمل في الفيديو هذا، حبيت نلفت نظر لبعض الناس اللي هم يسوقوا السيارات، إن هو من واجبه يعني كيما هو يفكر في نفسه، في أكله، في شربه، في لبسه، في دينته كلها، يفكر شوية في سيارته، في محركها، في كذا، بالأخص إذا كانت السيارة مستعملة أو قديمة. يعني على الأقل مرة بالنسبة للسيارة القديمة، مرة كل شهر على الأقل، أو كل ما هو توتيه سفرة بعيدة يلزم يعمل شيء هدايا. الأونتريتيان يعني حاجة خفيفة وسهلة وما فيهاش حتى شيء. أو تو باش نبدأ أنا بالسيارة هذه وفيها حاجات يعني نتعرفوا عليها. أول ما نبدأ ساعة نفتح البوتين تاع الماء، دبوسة الماء هذه، ونشوف الماء نتاعها شنو هو. هذه فارغة شايحة. اللي عنده البوتين تاعو نظيفة يشوف، ينجم يشوفها من هنا، واللي مش نظيفة ينجم حتى بالعين من فوق يشوفها. لازم نجيب ماء خاص للراديتور، ما خاص. وصب لها الماء لين يولي يشوفها، فما نيفو الداخل يبان. صب الماء، هذه ناقصة مثلا على الأخر، هذه حتى لو فات النيفو ما يهمش، ما يسالش، تو هي وحدها ترميها يعني ما تخليش. هذه ناقصة، تو هذه ناقصة، قال مصبينا لها الماء النيفو اللي هنا نسكر عليها. هذه هذا ثاني نعرف، هذه ممكن يكون فما سبب اللي هو من ضياع الماء، نقص الماء، وفما احيانا يكون سبب لان يعني المده طالت الماء ينجم ينقص في سياره قديمه. نجول الماء المسحات اللي هو السبيكلاس، يعني كيف ماذا به الانسان في الشتاء يتفقدهم الحاجات هذوما هم المسحات، ويجيب لها ماء خاص باش خاطر علاش الماء هذا خاص فيه نوع من الصابون. خذ تشوفوا الرغوه نتاع فيها كيس صابون، شوفوا الصابون الرغوة نتاعك الصابون فيها. هذه خاص للمساحات، علاش؟ لان تو عندنا البيئه احنا تو ملوثه، والمازوت والواحد يدور في السماء وعاود ينزل على السيارات، ينزل على العباد، ينزل على الاسطح، وينزل على كذا. لازم الانسان ياخذ لها ماء خاص بها باش يعاون على مسحان البلار، مسحان السبيكلاس، ويخلي السبيكلاس هذا يكون ارطب. نصبوا لها يعني نشوفوها لين تتعبى. هذا ماء المساحات خاص بالمساحات، هذه مش ناقصة برشا، هذه هي من المساحات. صبينا لها، عندها جوز هذا كيف ينجم يشوفها بالجوز فيها، ونجم يشوفها بالعين. هذوما حاجتين اللي هما مهمين بالنسبة للسيارة. نجيو في الوسط، تو نجيو للمحرك في الوسط. عندنا هنا اللي هو الزيت، نجدو الجوز نمسحوه قبل كل شيء، نمسحوه أول مرة، ما ناخذوش عليها الجبدة الأول، نمسحوه نعاودو نحطوه، نصبر عليه لحظة ونعاودو نجدو. هذا العملية لازمها تكسير، وهي تكره السيارة باردة. هذايا زيتها ممتاز مريقل، ما فيش مش ناقص، زيتها ممتاز. إذا كان الزيت باهي ولا مش باهي نجمو نعرفوه نشدو هكا. إذا كان طبع في يدينا وما حبش يتنحى، معناتها راه الزيت جا وقته. كما هذا توا جا وقته، شفتوه جا وقته، هذايا توا الزيت هذايا جا وقته، يعني باش يتغير، لأن يعني يطبع في الزيت، يعني بديت طبعا، يعني ممكن تلقاه هذا ماشي ممكن 7000، ماشي 8000، ماشي 5000. والأحسن إذا كان الإنسان باش يبدل الزيت، يبدل زيت ماركة باهية اللي هي 5 دوبل في 40، ويكون ماركة يعني باهية، وتمشي 10000، ويمشي به 8000 بركه ويرميه. علاش 8000 بركه ويرميه؟
لان ينجم هو يحكي صاحبه السياره تخدم واقف في اشاره نتاع مرور والسياره تخدم، هذا كله تحسب كيلومتراج. يسخن في سيارته الصباح مثلا، فما ناس تسخن سيارتها الصباح زاد كيف كيف، هذا كله تحسب كيلومتراج. ننصحوا باش يتبدل في 8000 مش مية، يعني يخرج من يعني من الشك، لان كي يبدل في 8000 ويكون 5 دوبل في 40 والا ياخذ يعني السنتيتيك صافي زاد كيف كيف، حتى هو نفس الشيء. هو كل ما كان الزيت اجود يعني رقيق كل ما كان احسن، يعني كل ما كان زي الماء يعني يشبه الماء شويه كل ما كان افضل. يعني هذا الحاجات اللي يعني هذه مثلا الزيت طمن عليه لاباس. نمشوا بعدها للباتري، نجيو للباتري. ناخذوا اي عمله نفتحوا بها نقطة تاع الباتري ونطلوا. اذا كان الانسان الدنيا ظلام شويه، اذا كان عنده بورتابل ولا حاجه وفيه بيله شعل البيله وطل. هذه باهي زيتها ماها باهي، ولازم نشوفهم السته، نشوفهم السته يعني هذه انا تفقدتها ما عندهاش مده، نشوفهم السته كل واحده وحدها، ما نشوفش كل واحده برك، لازم نحي الكوس باتريه هذا ونشوفهم السته، خاطر كان نشوفهم واحده بركة هي كل بيت وحدها، هي مش ما عندهاش دخل بالثانيه. هذه كيف كيف باهي، خاطر الباتريه مازالت جديده مش قديمه. بالنسبه لسياره تقديمه يعمل العمليه هذه كل شهر، والسياره الجديده هنا حسب العمر نتاع السياره كل شهرين كل ثلاثه حسب، ما فيها باس كي يحل الكبوت يطل احيانا، حتى فما حاجه يعني يشوفها احيانا تو خاص في الدنيا الشتاء تلقى اذا كان بيت سيارته برا يدخل القط او القطوسي يبات فوق المحرك، يجي يخدم المحرك يضربه بالمروحه ولا كذا، اذا كان سيارة يعني فما حالات تصير ما تفقش بها الا في لحظتها، ما فيها باس كيف حتى الصباح يعمل طلة مرة مرة بشوف عندش حاجة قريب يعني تفك من مكانها قريب كذا، ويعمل زادة طلة بصفة عامة كي يمسك الحاجات هيك، فماش حاجة تنحى فماش حاجة مش مراكب مكانها حسب يعني خبرته، هو يعمل هيك وطلة ويشوف. هذا مرة ونطريتين اللي هو لازم يعملهم على الأقل بالنسبة للسيارة القديمة مرة كل شهر، السيارة الجديدة واللي هي نص عمر مرة كل شهرين، جديدة يعني جملة جديدة جملة مرة كل 3 شهور مثلا. إن شاء الله تكونوا استفدتم من العملية، واللي يعني يعرف حد إن هو ما يعرفش ماذا به يوريه ويفهمه كما فهمت أنا، يعني وزعوا الفيديوهات على بعضكم باش الناس كلها تستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.